قبل ما امضي. هو هيبوسك يا مدام، ده هيمسك ايدك وهيطبطب عليها. في البدايه اعزنك ما تعرفيش حاجه، بعد كده تكشفين له الحقيقه وتديهم له كشاف في وشه. دي نقطه تحول مهمه جدا في الشخصيه يا مدام. تحول ايه وتنيل ايه يا استاذ؟ هو التحول ده يعني ما ينفعش ببصه بإماءه، لازم يعني يمسك في ايدي ويكلبش. على فكره يا نجمه الاستاذ كلامه صح. اهتدي يا اخويا وقول اهتديت. وبعدين يا استاذ استغفر الله العظيم، هو انت مش عارف ان البوس في الافلام حرام؟ حرام؟ انت عاوزه ايه دلوقتي يا استاذه؟ عاوزك تقول اكشن وتخلصني. انا الساعه 6 همشي من هنا، 6 و5 هكون واخده اوتوموبيلي ومروحه. حاضر. ولما نوصل للمشهد ده هنعمل برضو اللي انا عايزاه. اتفضلي يا استاذه اتفضلي. يلا يلا يا شباب جاهزين؟ يلا خش يا ابني. لحظه واحده يا استاذ. اتفضلي يا استاذ. مكياج. يلا يا ابني اديها المسدس. حاضر يا استاذ. هات يا اخويا البضاره اهي. يلا يا استاذه الشمس بتروح يا استاذ. ثانيه واحده جمال رباني. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يلا يا ابني الله اكبر يا استاذ. يلا رولينج. ثانيه يا استاذ بستعد. ثانيه واحده. اتفضلي اتفضلي يا نجمه. يلا فيلم حادث الساحل 60-1 اول مره. يلا ست اكشن. انا هنا الرئيسه زي ما ابويا الله يرحمه كان الرئيس. فهمني يا واد ولا لا؟ اللي يجي على المعلمه زوبه تدمره تخلص عليه. هلو انا هسامحك المره دي بس يا واد فهمني، لكن مره تانيه تغلط غلطه زي دي هخلص عليك وهخليك تتشهد. روح امك عفظ الشهاده ولا سامحه. بتمثلي من ورايا شوشو؟ ها بتمثلي من ورايا؟ تعالي انا لميتك اصلا من شارع الهوا جايه تمثلي من ورايا. بس يا ابني وبس يا ابني بس. يلا قدامي. ايه التهريج ده؟ فين انت يا حوس؟ طب وعيالك كنت بتقولي لهم ايه لما بتنزلي تتمسخري في انصاص الليالي وسايبه عيالي لوحدهم في البيت؟ ما ترد عليا، كنت بتقولي لهم ايه؟ في الشغل يا شيخه. زي ما انت كده كنت بتروح تبات في حضن منيره وتقولي انك في الشغل. حسك عينك تجيبي سيره منيره على لسانك. كل اللي منيره. منيره دي انا رميتها من سنين ورجعت لقيتها بحطت ايديا وعمرها ما استجرت السنين اللي فاتت دي كلها انها تخطي خطوه واحده بره عتبه البيت الا ما كانت بترجع لي. وانا نفذت كلامك بالحرف الواحد، قلت لي كلميهم بالتليفون وقول لهم انك مش هتشتغلي. كلمتهم قدامك، كنت بطيعك في كل حاجه لدرجه ان انا اديتك فلوسي كلها وعمري ما اتكلمت. لكن كل ده كان امتى؟ لما كنت مصدقه انك ما بتضحكش عليا ولا بتخبي عليا حاجه. تبقى واحده بواحده بقى يا حاج خالد. انت عايزه تجيب المصيبه السوداء اللي انت عملتيها دي زي يومين نمتهم في حضن مراتي. زي ما انت شايف ان دي مراتك ومن حقك تبات في حضنها، انا كمان شايفه ان ده فيلم وعادي اني اعمله، خصوصا بقى ان مفيش حاجه تعبني وانت جيت بنفسك وشفت. وبعدين بطل بقى تخلط الاوراق ببعض، انا بتكلم على نقض الاتفاق على الكذب واللوع. مين فينا بقى اللي بدا الاول؟ انا ولا انت؟ خروج من البيت مفيش، مروح المصنع مفيش، عارفه النادي اللي انت بتموتي فيه؟ ما انتش رايحاه. الشارع اللي بره ده ما انتش هتشم ريحته يا شريفه. نعمين يا عمر. طب يا اخويا ما تسميني منيره احسن. لا اذا كان كده بقى تطلقني يا اكرملي. هطلقك يا شريفه. طب سمعلي بقى طلقتك يا حاج خالد. طب وحياة ولادي كان قلبي بيتقطع كل ليلة وأنا سايباهم وخارجة، وإحساسي بالذنب كان بيقتلني عشان مخبية عليك حاجة. بس كمان كنت بستقوى لما أفتكر إن أنت كنت بتسيبني وتروح لمنيرة من وراي. حد لمسك؟ فشل. النعمة دي متصانة ليك لوحدك. الفيلم ده مش هيكمل يا شريف. والنبي فيلم حلو. وبعدين بقى؟ طب خلاص يولع الفيلم. بس بس ايه؟ بس في شرط جزائي في العقد، والراجل المنتج يعني صرف وكلف. يتحرق العقد، يطز في المنتج. ماشي خلاص طز في المنتج حبيبي. هو الشرط الجزائي ده
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله حق منا ومنكم صالح الأعمال. تأخرت ليه؟ أنت كنت عارف إن أنا جاي يا حج؟ ويا برميل الجلد كانت ممكن تفوت فرصة زي دي من غير ما أكلمك؟ أنا ما صدقتش اللي قالت أمي، قلت أسمع منك أنت. أنا الكلام اللي عندي قلته من قبل ما تلاقوا المدعوقة الورقة دي، لكن أنت أنا اللي ما سمعتش كلام، خدت بعضك ورحت على ورات عمك تهددها ببيتها. أنا ما هددتهاش، أنا طلبت حقنا، قلت لها تفهم ولادها إن ده حقنا. حق إيه يا ابني اللي بتتكلم عنه؟ الحقوق عمرها ما كانت بتعرف بالورق، وخصوصا بين الاخوات. وانا كانت روحي في ابراهيم اخويا الله يرحمه مش حاجه على اخر الزمن بعد ما قربت اقابل وجه كريم واخونه في حق اولاده. لا انت ولا اولاد عمك هتنفعوني في وقفتي قصاد ابراهيم اخويا الله يرحمه في الاخره. لا اله الا الله، انت قلت لي ان عم الله يرحمه كتب لك الورقه دي بنفسه، يبقى مين هيقف قصاد مين في الاخره؟ يابا لو اتنزلت عن الارض دي تبقى بتقف قصادنا انا واخواتي وتبقى بتظلمنا. صرفتها للدرجه دي يا هاب؟ انا اسف يابا، ما كانش قصدي، انا بس بتكلم بالتفكير اللي انت بتتكلم بيه. اغذي الشيطان يا ابني، اغذي الشيطان. موضوع معقد زي اللي احنا فيه ده ما يتحلش بالعصبيه اللي انت فيها دي، لازم نهدى، نصلي استخاره، نقعد نفهم بالعقل عشان نوصل لحل يرضي كل الناس. والحمد لله مرات عمك متفاهمه، نقعد احنا وهما ونتفاهم والخير كتير ممكن يتقسم بيننا وبينهم. عندك حق يابا، نتكلم بالعقل وبالهدوء. انا هسالك سؤال ويا ريت تجاوبني عليه. انت قلت لي ان عمي الله يرحمه كتب لك ورقة المبايعة دي على حس فلوس كان بيستلفها منك، رجع لك الفلوس دي قبل ما يموت؟ يعني ما رجعهاش، وأكيد ما كانش عنده نية إن هو يرجعها، وإلا كان وصى أولاده. يعني عمي بنى ذمته من الدين ده على حس ورقة المبايعة. لو أنت يابا اديت لهم الأرض دي وقلت لهم الورقة دي ملهاش أي لازمة، عارف تبقى بتعمل إيه؟ انت بتحمل عمي الله يرحمه ذنب الدين ده، وهو لا حول له ولا قوه، ما يقدرش يصلح غلطه زي دي. كلام معاك ما منوش فايده يا ايهاب. الورقه دي معاك دلوقتي؟ لا يابا، في البيت. يبقى تروح دلوقتي وبكره الصبح تجيب الورقه دي وتيجي، وساعتها انا هفكر بقى واشوف انا هتصرف ازاي. حاضر يابا، انا هجيب لك الورقه واعمل فيها اللي انت عاوزه. بس افتكر يابا ان انا اخواتي بني ادمين، ولما يبقى لينا حق وانت تحوشه يبقى بتقطع كل حاجه بينا وبينك من غير ما تحس. عارف يابا، انا النهارده بس اقدر احط عيني في عين حنايا. ايوه، حسسني كمان ان انا وهو ند بالند، ولما بيتكلم معايا ما بصش عليا من فوق. انا تعبت يابا وصبرت كتير، واول بقى ما ربنا يفتح باب الخلاص تسد انت في وشي. ابوس ايدك يابا، انا ممكن يجرالي اي حاجه لو الفلوس دي راحت مني، يعني ما اقدرش اعيش عادي كده ولا كأن حصل اي حاجه. انا ما اقدرش اكل حق حد، انا عندي استعداد اقعد مع اولاد عمي نتفاهم، بس نتفاهم بالعقل مش بالنص. وحتى يابا المساله لو راحت للمحاكم مفيش اي مشكله، الناس مش عارفه تحدد الحق فين فبترميه عند القاضي هو اللي يفصل بينهم. يعني يابا مفيش حد هيبقى قلقان في تربته، لان القاضي هو اللي هيتسال عن حكمه يوم الحساب. لا حول ولا قوه الا بالله. انا هجيب لك الورقه دي بكره الصبح، بس علشان خاطري يابا
فكر واللي انت شايفه صح اعمله. فكر يا بابا عشان خاطري، فكر. أبويا هيعمل كل اللي احنا عايزينه، أنا متأكد من ده. طب لما هو هيعمل كل اللي احنا عايزينه، ليه عايز الورقة بكرة؟ مش هيعمل حاجة بالورقة دي، وأرجوكوا مش عاوز ولا واحدة فيكم تفتح مع الموضوع ده مرة تانية. أبويا ما بتضغطش عليه بالعافية، أبويا ليه سكة، وأنا ومروة بس لنعرف ندخله. بما ان بقى مروة مقتنعة اساسا ان ده مش حقنا فسيبهولي انا. يلا كل واحدة على بيتها، وانت يما بلاش تضغط على ابويا وخف عليه، نامي جنب مروة وسيبيه لوحده، هو لما هيفكر هيعمل الصح.